النهب الإسرائيلي لا يقتصر على سطح الأرض الفلسطينية، فمنذ النكبة دأب الاحتلال على سلب الموارد والاستفادة من احتياطي النفط والغاز تحت الأرض أيضاً. قيود وعراقيل ثم اتفاقيات وسرقة علنية وسرية أجبرت الفلسطينيين على تلبية احتياجاتهم من الطاقة بالاعتماد على الاحتلال الذي استغل ذلك لفرض التبعية وتعزيز التطبيع. فكيف تسرق إسرائيل الغاز الفلسطيني؟ مركز للطاقة ولاعب رئيسي في سوق الغاز والنفط بالمنطقة، هكذا يصدر نظام الاستعمار الإسرائيلي رؤيته للسنوات القادمة، والفضل يعود لحجم الغاز المكتشف منذ عقدين تقريباً على السواحل الفلسطينية المحتلة. هو يسرق غاز الشرق المتوسط الفلسطيني في محاولة منه يصبح مصدراً للطاقة في المنطقة، وبالتالي هو يكسب نفوذ هائل إقليمياً على حساب الدول العربية أولاً، وأيضاً منع أن يكون في هناك عزلة على الاحتلال بالذات بالجانب الاقتصادي، ولكن هو يضع استراتيجيات واضحة ويكون تطبيقها من خلال هذه الاتفاقيات مثل اتفاقيات الغاز التي قام بإبرامها من خلال منتدى غاز الشرق المتوسط في الآونة الأخيرة. على حساب الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت الاحتلال، سعت إسرائيل إلى عقد اتفاقات مع الدول المطلة على المتوسط، من أبرزها منتدى غاز شرق المتوسط الذي تحول إلى منظمة إقليمية خلال مراسم استضافتها القاهرة. تسعى المنظمة إلى ترويج صادرات الغاز الطبيعي من منطقة شرق المتوسط، فيما تأمل إسرائيل أن تعزز عبرها الروابط مع الجيران العرب. هذا المنتدى وضع تحتية داخلية لها علاقة ببناء البنية التحتية، لها علاقة بكل المعلومات التقنية أو الجوانب التقنية من الغاز دون أي ذكر للحدود البحرية، وبالتالي هو يفتح المجال للاحتلال من أجل نهب الغاز الفلسطيني من خلال انضمام السلطة الفلسطينية، والتي اعتبرنا أن انضمامه هو بمثابة شاهد زور. ترسم إسرائيل خريطة على شكل مثلث تعتبرها حركة المقاطعة مشوهة وزائفة، وتصادر 3600 كيلو متر مربع من المياه الإقليمية الفلسطينية، أو ما يعرف بالمنطقة الاقتصادية الحصرية EEZ. في هذه المنطقة البحرية التي يحاول الاحتلال مصادرتها تم اكتشاف حقلي للغاز اسماهم الاحتلال شمسون أو شمشون وروي، ويقع فيهم ما يقارب 5 تريليون قدم مكعب من الغاز، وبالتالي هنا نتحدث عن كميات مهولة جدا. الاحتلال جفف حقلين آخرين على حدود المنطقة البحرية الفلسطينية لإنتاج الكهرباء التي يبيعها لاحقا للفلسطينيين. هو قام بسرقتنا مرتين، مرة عندما سرق الغاز الفلسطيني، ومرة أخرى عندما باعنا كهرباء تم إنتاجها من خلال غازنا المسروق. هناك صمت مدقع مريب من جانب السلطة الفلسطينية، حتى هذه اللحظة لم تحرك ساكن، وحتى هذه اللحظة هي جزء من منتدى كنا قد اطلعنا على اتفاقية إنشاؤه بعد ضغط شديد على وزارة الخارجية، هذه الاتفاقية لم تنشر حتى هذه اللحظة. تعود بدايات اكتشاف الغاز قبالة غزة إلى ما قبل عقدين. السلطة الفلسطينية آنذاك بقيادة الرئيس الراحل ياسر عرفات وصفت هذا الاكتشاف بهبة السماء لأهل غزة، لكن السيطرة الإسرائيلية تمنع أي استفادة من الموارد الفلسطينية، وتتطلب عملية التطوير وبناء أنابيب النقل إجراءات عديدة وموافقات من الجانب الإسرائيلي. كل هذه الاتفاقيات لم تأتي بالذكر على حقل غاز قطاع غزة على سبيل المثال، وهذا له علاقة بكل ما يقوم به الاحتلال من أجل تعميق التبعية الاقتصادية الفلسطينية أو الاقتصاد الفلسطيني المسلوب للاحتلال. لكن ما الذي يجبر الدول العربية على الرضوخ لاتفاقيات كهذه؟ هذه الاتفاقيات تجر الشعوب العربية الاستعمار بشكل مختلف، استعمار أوسع، وتجعل الدول العربية أكثر تبعية للاحتلال. هذا أيضاً يحدث في الغاز، بالإضافة إلى أن الدول العربية نفسها هي أغلبها دول ديكتاتورية، الحكومات لا تمثل آراء الشعوب، والأنظمة السياسية فيها ضعيفة للغاية، ولا يوجد معارضة واضحة وقوية اتجاه مثل هذه الاتفاقات. تسعى إسرائيل لإتمام مشروع لتوصيل الغاز إلى أوروبا، لكنها تواجه تحديات وتكهنات حول جدواه الاقتصادية. الأنابيب ومحطات التسييل باتجاه أوروبا ستكون تكلفتها أكبر بكثير من القيمة الإجمالية لكل الغاز في المنطقة.
وبالتالي كانت قد أبرمت مجموعة من الاتفاقيات لتصدير الغاز إلى الأردن وإلى مصر، على الرغم من عدم حاجة الأردن حسب تقارير واضحة كانت من الأردن نفسه، وعدم حاجة مصر بسبب اكتشاف حقول ضخمة من الغاز. وبالتالي كان جاء هذا التصدير للغاز بمثابة إنقاذ لمشروع الغاز في مشروع الغاز الإسرائيلي في منطقة شرق المتوسط. حركة مقاطعة إسرائيل BDS تابعت الملف وضغطت على الصعيدين الشعبي والبرلماني لمواجهة التوسع الإسرائيلي في مجال الغاز، وأسهمت في إحباط اتفاقية استيراد السلطة للغاز الإسرائيلي عام 2015، معتبرة أن هذه الاتفاقيات تشرع التطبيع الإسرائيلي مع الدول العربية في مجال الطاقة الاستراتيجي من جهة، وتمنح من جهة أخرى ورقة توت فلسطينية تعزز محاولات إسرائيل تحقيق حلمها بأن تصبح من أهم مصدري الغاز إلى السوق الأوروبية. وعلى السلطة الفلسطينية أن تنسحب فوراً وبشكل مباشر من منتدى غاز الشرق المتوسط بدون وجود السلطة الفلسطينية وبدون وجود هذا الاتفاق الإقليمي. لن يستطيع الاحتلال تصدير غاز مسروق إلى الاتحاد الأوروبي، وبالتالي صمت السلطة الفلسطينية والصمت العربي أيضاً على نهب الاحتلال للغاز الفلسطيني هو ما سيسمح للاتحاد الأوروبي باستقبال هذا الغاز وشراؤه.